بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الو بسم الله. الو بسم الله. الله أكبر. ألو بسم الله الحمد لله. هل تسمعون صوتي؟ سؤال. هل نعم هل تسمعون صوتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الكتاب العربية بين يديك. الحمد لله، يبدو أن الصوت يسمع الآن، فنواصل درسنا. أمسح سبورة. آتي الكتاب. درسنا اليوم في الصفحة رقم 19. في صفحة كم؟ صفحة 19. نواصل درسنا، الدرس السابع في الكلام. يوم طامير مجنون مرينتي برمتي لكن يجي في الكلام تلك حرجي. واليوم نصل إلى التدريب الخامس. تدريب كم؟ التدريب رقم 5. ماذا يقول التدريب الخامس؟ تبادل السؤال والجواب مع زملائك. تبادل والجواب مع زملاء. نعم، التدريب الخامس يقول تبادل السؤال والجواب مع زملائك. لمحتي برام جوني فلاكدو سمنو جملاي فلاكدو يمج بان هاي ينج فلاكدو كنية منع مدام منع جس منع سو منع جنع جلاي هاي ينج آي فلاكدو كنية وين يدع جلاي منع منع فت آي خلاي جنع سو مدام مع زملائك. جمويني مد روم تنع ربانة ألف. نحن عندنا جزءان، السؤال الخامس الجزء الألف وجزء باء. الجزء الألف، ما ألف؟ اسمي محمد، ما اسمك؟ إذن الطالب الأول يقول اسمي محمد. ما اسمك؟
must move كان نعم لكل طالب يقول أو يسأل هذا السؤال يقول هذه الجملة ثم يسأل هذا السؤال كروب سادي موي موي قد أني قصة دي جيونا نو روكي دوك نو كنارين تو يين كروب سا قد كراو لانك شور تي موي نو مرتاح بقوات من اعتيد قد دي جي تيشمور بقوات اسمي محمد مسموك نيوم شموه محمد دا نيا رخلوك شموه أوي الطالب الثاني يقول اسمي ماذا نقول اسمي عثمان أنا اسمي عثمان مس موكا نعم إذن هذه هي العملية يعني نخبر عن اسمنا ثم نسأل المخاطب زميلنا ما اسمه هذا هو التدريب للكلام فنقول اسمي عثمان ما اسمك والطالب الثاني يقول اسمي إبراهيم ويسأل الطالب الذي بعده ما اسمك هكذا نبدأ من أول طالب إلى آخر الطالب فهنا يقول اسمي الطالب الثالث اسمي مثلا اسمي أحمد ما اسمك ثم الطالب الأول الطالب الثالث اسمي إبراهيم زكريا مثلا ما اسمك هكذا إلى آخر طالب في الفصل فنستطيع أن نتدرب أو نحاول أن نتحدث مع زملاء أو مع من قريب يكون قريبا منا لنتعلم سويا أو معا فلكل اثنين يمكن أن يسأل ثم يجيب أو نستطيع أن نتحدث لوحدنا ثم نجيب السؤال الذي طرحنا أو سألنا قبل هذا يجب أن أحد نجيب شموينة نجوم ويسلون جل شموينة نجوم ويسلون مدفع جل rất khó những ai đi chơi luôn ai các bạn những ai đi chơi chỉ mua cái chậu các bạn đấy đồng bay chỉ cả hạt riến đi chơi phía xa bao nhiêu إذن هذا هو الجزء ألف جزء ألف ماذا تقول اسمي نخبر عن الاسم ثم نسأل المخاطب أو نسأل زميلنا ما اسمه فنقول ما اسمك نعم ممكن أضيف إذا كنت أنا مؤنث امرأة كيف نقول فمثلا أنا الآن أنا مذكر لكن لو أكون مؤنثا فيم على ذلك يا بيبرا كم تا أو بمعنى برسن بعد فيم شيء بيت سريتا فيم كون يجي هاي ماي نقول هنا لمؤنث طبعا هذا لم يكن موجودا في الكتاب نيه من بين لو كنون لوحات لو كنون سفر بوجيل تي كم تا فيم هاي لبي أو يل كان تجبه ربيل كان برا أرويل كيف حكني لك برا مذكر من مؤنث فنقول اسمي ماذا نقول اسم المؤنث فاطمة اسمي فاطمة مس ثم تسأل مسموك nhưng số tờ căn là cái số tờ căn straight rồi có những ai thà ismi Muhammad những kia bỏ ismi Uthman masmuki của những gì tờ căn straight biết sao nào thưa lớp mẹ đại dương gì chứ cứ mẹ đại dương gì tờ rock quá cứ chỉ phép phép say chẳng cần là phép say nhưng prà kỳ mình mẹ prà cả đôi chia mua đặt cả gì nào هذا نخبر عن الاسم الجزء الثاني باء ان شاء الله الان نعم سمعت جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم الان ننتقل الى الجزئيه بعدها نقول باء
نعم فيقول أنا من تركيا. الطالب الأول يقول أنا من تركيا. من أين أنت؟ نعم أنا من تركيا. من أين أنت؟ يوم موبي بردين تركي تالوك الجوي ركول تالوك موبي بنا ركول موبي بردين. الطالب الثاني يقول أنا من مثلا هذا الطالب الثاني أنا من أنا من لنقول كمبوديا. أنا من كمبوديا. ما معنى كمبوديا؟ بروتي كمبوديا. ثم نسأل من أين أفضل. من أين أنت؟ هذا ستيفان. ستيفان هنا. ستيفان بعيد. نعم. يعنى سياسو. جنب ناي بالي ناي تي بي نيت ثو. يعنى ناي نوم أم بي برتاي ربع كون ناي. بتوم بع يعنى سو. داي كو سنتني ربع يعنى أم بي برتاي ربع كون. ممكن ننزل لنتحدث عن المحافظة لتحدث فيما بيننا في كمبوديا يعني نجيت هاي الجامعة في ساعة يعني جاي صن تنيا جموي نع مت ربع يعني نك نع برتة كامبوديا ربع يعني نجيت ها ممكن أن نقول مثلا أنا من بنوم بن من أين أنت؟ نعم يوم ما في هذا الطالب الأول سفيمي يوم ما في تكرم يوم ما في تكرم يوم ما في نبي تعلق يوم ما فينا هذا إذا كان مخاطب ماذا مذكرا نفسن بايكوسان دير بايو كير شيء برا. إذا كان المخاطب مؤنثاً برسن بدأي كوسا دليل رباجي إسرائي يلها من أين أنت. نعم هنا مهم يقول بلي أنا أصحى سنقول من أين أنت وهذا من أين أنت للمذكر. نعم احفظوا جيدا بين المذكر ومؤنث يكتين جامع مع الأخ ربي بخني ربي مذكر نن مؤنث هنا مؤنث ما معنى مؤنث امرأة هيسري مذكر رجل هيسرا. نعم إذا نذكر الدولة الجزء باء نذكر الدولة الذي معه كتاب أذكر فليفتح على هذه الصفحة. نعمل سبحان الله جميل فرآن باك للتبوت دي داب ربوت فرآن بل نتعم تعم لكا فول محاق ربو يلقى أخني إن شاء الله. لنذكر الدولة أنا من السعودية يوم موبي برابرتي سعودي. من أين أنت؟ تاني جوي موبينا أو نقول أنا من ماليزيا. أنا من ماليزيا. من أين أنت؟ sama dai ku sandri របស់ ខ្ញុំ ជា phe srei ana min malaysia ខ្ញុំ មក ពី ប្រទេស malaysia min aina anti តើ អ្នក នាង ឬ ក៏ តើ កញ្ញា មក ពី ប្រទេស ណា. نعم جيم لعلكم فهمتم. نعم امسا
إذا الأول أو ألف نقول ألف اسمي محمد مسموك با أنا من أين أنت؟ جيم جيم يقول أنا تركي. نعم أنا تركي ما جنسيته thứ bảy gym đến thứ anh ấy Turkey nhóm chỉ chuyên chiết Turkey ma jinsia tu ka ta lo miến xin chiết away và đặt nhóm chiết xin chiết nhóm chiết chuyên chiết tu khí ta lo chiết chuyên chiết away rất khó ta nè miến xin chiết away kiếm miến kiếm chiết xin chiết tu khí ta nè miến xin chiết away الطالب الأول أنا مثلا واصل أنا الطالب الأول أنا ماليزي ما 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 جنسي ya tu ka ta khyom chi sanchet malaysi ta lok mien sanchet awai da ru ko sanchet robos lok chi awai ana ma ye yit sia tu khra chet sei tit matalan ana malis ana thailandian pari bosani yaqul ana أنا سعودي آه نعم سعودي ما ما جنسيتك خيوم تي جن تيت سعودي تا لو مين سنجيت أوي نعم إذن التدريب الخامس يتحدث عن هذه الثلاثة نخبر عن الاسم ثم نسأل عنه نخبر عن البلد ثم نسأل وجين نخبر عن الجنسية ثم نسأل عنها تلك موي يقرب شمو هاي يكسو أم بي شمو تلك يقرب نعم شمو في يقعي ở đại cương mà dùng squat hay dùng có riết hát âm pi rồi biết xua chúa kê bình đại thì pí dùng pháp âm pi phật tề và ti cái này là bảo dùng được nhưng mà đặt nó không ti ho nó không là cả bền phần hoàn bệnh mấy dùng ai đi gì không có khăn là không phật tề là bảo dùng rồi có dùng ai đi không có khăn khai bảo dùng dùng ai xua thà ta niệm một pi phù nát nhưng một pi phù ni cái máu ti ho mà sau đó là muốn ăn á miễn ăn á من أنا من قريتي من قريتي يوم في بوم قرية بوم بوم أي شيء نعم ما هي القرية التي نريد أن نقولها أنا من قريتي ما هي القرية نعم أنا من قريتي يحضرني قرية من أكثر شموك فوق ما يبوي نعم أنا من قرية
Chroi metrai nan chroi metrai khom mok pi phum chroi metrai men ai na an anta anta au an ti nan اذا من اين انت نستطيع ان نسال عن المحافظه ونستطيع ان نسال عن الدوله ونستطيع ان نسال عن القريه يعني عموما نسال عن المكان اين من اين نسال به عن المكان من اين كيجو بي تي تي كنلاين نعم الان ننتقل الى التدريب السادس في صفحه 19 التدريب السادس نعم امسح السبورة التدريب السادس نعم ننظر التدريب السادس ماذا يقول التدريب السادس أجب أجب ما معنى أجب أعطي الجواب أجب بمعنى أعطي الجواب أجب بمعنى جونة شلعي ركا جونة قدال جبلعي نعم واحد نقولنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نعم واحد يقول هذا السؤال السلام عموما هذا ليس سؤال فالفتالي لما ينتهي سنوتي ويجي بي سفاكم السلام السلام عليكم نعم ثم ما اسمك ما اسمك ثم ثالث كيف كيف حالك الرابع أربعة من أين من أين أن من أين أنت خمسة ما جنسيتك ما جنسيتك ستة الله هل أنت باكستاني هل أنت باكستاني سبعة هل أنت من سوريا هل أنت من سوريا الثمانية الأخير مع السلامة ما معنى مع السلامة مع سلامتي مع السلامة بنتها ยังไงก็ประทานเลียสันท้ายมาสลามะ
نعم. إذن هذا هو السؤال. ليس السؤال، الجملة بعضها جملة في خليده. إذن ماذا نقول عندما قال لنا زميلنا أو مخاطبنا لبينا نايكو صدري رمويين قوان بجي مكان جنها السلام عليكم، كيف نرد عليه، كيف نجيبه، كيف نجيبه تاين شلائي تقوان بني مي جن جواب تقوان قوان بني مي. نقول و وعليكم السلام وعليكم السلام. إذن عندما قيل لنا نبدا من كين جيب وكان ينهى السلام عليكم، نقول له وعليكم السلام. نعم. ما اسمك؟ يسأل الله. نعم. الله أكبر الله أكبر. يا إله إلا الله يا رسول الله. الصلاة القائمة. نعم. ما اسمك؟ فنقول ماذا نقول؟ اسمي 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 ماذا؟ أنا أقول اسمي عثمان. عثمان. نعم. اسمي عثمان. ممكن أقول اسمي إبراهيم، اسمي عبد الرحمن، اسمي يوسف، اسمي صالح، اسمي سعيد إلى آخره، اسمي خديجة، اسمي فاطمة. لكن هنا ما اسمك للرجل للمذكر، إلى الاسم هنا لابد أن يكون مذكرا. سو نبلك في سو في برا تبتش مونا تريد رح تأجير برا. نعم. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف نقول بخير؟ بخير والحمد والحمد لله. بخير يمسك سباعي فنك بعد تا ال أو شكل فوسام كي تام سنة كي يبرأ والحمد لله نزوم كلام نقول تجبر الله سبحانه وتعالى كلام نقول هنا الله سبحانه وتعالى الله يبان سك سباعي. جملاي الجواب ليس بخير فقط، الجواب ليس فقط كيف حالك نقول بخير والحمد لله، لا. الجواب من أي جملاي من أي جملاي رهوتا يوم سب سباعي تي جن رهوتة جن جملاي كسرعي أسرعي تلو سب في برباجي. ممكن نقول كيف حالك؟ أنا مريض. نقول أنا مريض. نعم أنا مريض يوم شو. هل فهمتم؟ نعم. إذن الجواب كيف حالك ليس دائما نقول بخير، لا. عندما نقول مريضا نقول أنا مريض والحمد لله. نعم ممكن نقول والحمد لله. من أين أنت؟ السؤال من أين أنت، فماذا نقول؟ أنا من أين؟ أنا من كمبوديا. أنا من كم؟ أنا من كمبوديا. نعم. ألو جوي موبينا يوم موبي بروتي كمبوديا. أو نقول إذا كان نحن في كمبوديا كلنا من كمبوديا فرسان بجي تأخذي تجون جيت كمبوديا كمبوديا لكني جيك آج لأي أمبي كايت رباهي ركا أمبي بوم رباهي. مثلا أنا من أين أنت؟ أنا من نمبي. أو أنا من كمبوديا شام. أو أنا من تبون كموم. أنا من سيم ريب إلى آخره. أو أنا من قرية تشرونيتري مثلا. إذا نريد أن نعرف عن القرية فرسان مجل كم تلاي كم بنطي هو. ما جنسيتك؟ يسمو بنيتو في سوو بي برتيك كنتين يجل تلاي كامبوشي. ما جنسيتك؟ أنا
أنا كمبودي كمبودي جن خيوم تشي جن جيت كمبوشي تايين آي بوخ براي تام كا برا برا نبنون سرق ما يوم بريجين اجا كمبوشي جيت سجيت كمان لكن في البلد دائما يقول كمبودي 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 جن جن جيت تايين يو مو بي شمو برده جن مو برده كمبوشي Cambodia, kita cakap Cambodi, Malaysia, Malizi, wah, hakadail akhiri. Nah, hal antara Pakistanian, ta, lok cik, pada kata ni, cik cuncit Pakistan, cuncit Pakistan korang, eh? Cik Efron. Jawab mungkin nak pun, na'am, awla. La, ana, ana, Cambodi, Cambodia, te, khiom, tu, chie, chun, chie, Cambodia. Aw nakul, naam. Naam, ana, ana, Pakistan. Iya, pak, khiom, chie, chun, chie, Pakistan. Aw nasati anakul, la, te. Jika ada pernah kemat, ada fakat. Hal anta Pakistan, iya, fa, akul, لا أمانا لا نو تي نعم أو نقول نعم فقط هل أنت باكستاني؟ نعم هل أنت كمبودي؟ نعم هل أنت ماليزي؟ لا مثلا جبلاي سبراف هل يجبلاي نعم ركا لا بات ركا تي بنا جبلاي سراف نعم جبلاي باكستان لا Malaysia مثلا يوم من ما في بروتسير دي تاك يوم ما في بروتي مالي ماليزي نعم الاخير ثمانيه مع السلامه ممكن نقول مع السلامه تبي لك نجي بي مع السلامه ما كان يمكن كو اي برابي لو كان كي وي ها مع السلامه لكنيه او نقول الى اللقاء الى اللقاء إلى اللقاء. أكتب هنا إلى اللقاء حتى ترونه جيدا. يوم سيكون لدينا ما يسرون الأمور الأخرى. كم إلى اللقاء. معنى إلى اللقاء معناه مع السلامة. معناه ما يدري فينا. يعني يجي تشوف فينا بيكراوي. بيكراوي. إلى اللقاء معناه يجي تجمع ثانية لما تشوف فينا بيل. كمكين. إذن هذه هي الأسئلة. السلام عليكم الجواب وعليكم السلام ما اسمك ثاني اسمه وين اسمي عثمان او نقول اسمي في يوم اسمه عثمان بالقاعدين اي ترا اسمه ربعي سيد يوم اسمه عثمان كان يوم ترا عثمان يوم اسمه حسين بن اي ترا اسمه حسين بن جدا ابراهيم يوسف جدا كيف حالك كيف حالك ثاني سمعي دي الجواب بخير والحمد لله يم شخص باي ثمنا والحمد لله أو نقول أنا مريض أنا مريض هذا مذكر رسال بيجي وراء رسال بيجي ستري أنا مريض أنا مريض فضون يوم تشير يوم تشير لكي نحن تاني جيب هاي برام دي جيب هاي
ស្រីកំដៅសំដួរមកយើងគឺសួរភេទប្រុសអញ្ចឹងក្រុមពេលឆ្លើយសម្រាប់សំដួរនេះគឺយើងអាចឆ្លើយអាណាមារីទុនមិនអាចឆ្លើយថាអាណាមារីរបស់ទេកំដៅខ្ញុំដាក់មកនេះដើម្បីយើងធ្វើការបែងចែកពីប្រុសនេះរវាងមូដាស្កាត់និងមូអាន់ណាត់មានអីណាអន្តតាលោកអញ្ជើញមកពីណាអាណាមានកម្ពុជាខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកយើងស៊ីទៅកាតាអ្នកមានសញ្ជាតិអ្វីអាណាកម្ពុជាយើងខ្ញុំជាមានសញ្ជាតិកម្ពុជា هل أنت باكستاني ลาอันนั้นกัมพูชาเตยខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរកម្ពុជាឬក៏យើងឆ្លើយថានាមអាណាប៉ាគីស្ថានីយបាទខ្ញុំគឺជាជនជាតិប៉ាគីស្ថានអូឡាគុនយើងឆ្លើយថាឡាបាទដោយសារប៉ុណ្ណឹងទេឬក៏នាមហ្វ្រង់តែឯកភាពប៉ុណ្ណឹងក៏បានហើលអន្តមានស៊ូរៀតាលោកមកពីប្រទេសស៊ីរីឬ الجواب أيضا نعم نعم أو لا إذا صحيح نحن أنا من سوريا مثلا فأقول نعم وإذا أنا لست من سوريا فأقول لا كم رسن با يوم ما في برت سوريا من سوريا من يوم أكل لايتها نعم رسن با يوم من من ذي يوم أكل لايتها لا الجملة الأخيرة مع السلامة يعني بقرأها سمليا سنهاي จะประสานบัตรที่โพสต์ที่สมเด็จสันหายยังอาจก็อาจจะยังจะการปลดไว้ท่านมาสลามะด้วยเครื่องสมเด็จด้วยเครื่องหรือก็ยังอาจจะยังเคลียร์บทเรียนท่านอิลลัลลิกาซึ่งคำท่านอยู่นี่เราเป็นกล่าวนะมาอันนั้นอิลลัลลิกาจึงยังว่าเป็นที่ยังมาดอลจำนวนอิลลัลลิกาให้จึงยังสำหรับเรื่องบทเรียนนี้มีแต่พนักงานนักเตะฟีดีฮาร์ดอัลกัตรินว่าอาร์จูอันนัลตะกี في الأسبوع القادم أو إلى اللقاء فنقول إلى اللقاء نعم وجزاكم الله خيرا في نهاية درسنا فندعو دعاء كفارة المجلس فنقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع السلامة أو إلى اللقاء